ردت الأخت هند الصبيح وزيرة الشؤون وقالت المساءلة السياسية حق فله الدستور. تدرون ليش تضحك ومبتسمة؟ لأنها دالة طريق الدسمة، عارفة ملف الدسمة. أعطوني التقرير. أخوي أنا عفواً أكثر من في من أكثر من مجال في أكثر من مكان، هذا حق دستوري، لا أستطيع أنا أو أي شخص من الحكومة أن يمنعه. يمارس حق الدستوري بكل احترام ونمارس الرد عليه كذلك بكل احترام. أخ فاضل أكله كل احترام، نختلف نتفق، البلد هو اللي فوق. شكراً. الشيخ أحمد نو...